المسجد ده بناه سيد القاضي نفسه قبل ما يموت، مش حد بناه قبل ما بعد هو ما مات، هو اللي بناه، وهو اللي كان جاب العمال، كانوا العمال المهرم من جماعة الأقباط، وهو كان ما عندوش فرق، فجاب اثنين بنيين أقباط وقعدوا هنا معاه بنوا المكان ده زي ما انت شايفه كده. وكان زي ما بقول لك الأستاذ محمد بأنه ده كان فيه بيجي البحر هنا، وكان المكان تبع كان عالي، كان هنا كنا يعني احنا طلعنا لقينا 3-4 سلالم نطلعهم علشان نوصل للمعلى بتاعه. لكن دلوقتي بالنسبه للزمن وتحرك الارمال المراد الرمد والبتاع فبيجيبوا، وكانوا يجوا له بالمراكب من المنطقه اللي عندنا هنا، عندنا هنا حته اسمها الرهبه، وعندنا هنا اسمها حته العماره، وعندنا هنا حته اسمها قوم البصل. فكانوا يجوا الجماعه اللي هم موجودين فيها يقعدوا يصلوا هنا بالمركب. وبعدين هذا زي ما انت شايف بيجي وسط البلد وبيجي حاجه حلوه بصلاة على النبي واخر امس. لكن بالنسبه للرؤيه، رؤيه ده هو اللي عمل المكان بتاعه ومدفن بتاعه. لكن احنا الحته دي احنا عملناها كده على ثانيه، ما حدش يخش هناك ولا يعمل يدوس على حرمه احتراما لمكانه. اليافطه اللي انت شايفينها دي او اللوحه دي اتعملت بعد وفاته هو بفتره، وجينا خلينا مرجنا في المكان اللي هو موجود فيه لما طلعنا في 56 سلمناه للاوقاف. فالاوقاف خدته فطلعنا لقينا اللوحه دي، فطبعا ما كانش كده، كان فيه صوره غير كده، ولكن جابانا فاحنا عملنا اللي قدرنا عليه فيه. اما بالنسبه للبنا كان هو طبعا المبنى اللي الجوامع كانوا بيخشوا فيها بزاوية كده أو كده، هو لف الأرض، هو مش عمل الخبلة دي وبس، هو خطط على التخطيط مثلا زي ما احنا واقفين على حتة البوكيت دي، لفها زي ما هو عايز، لف المبنى على الأرض لأنه مش هيقدر يلف الأرض، لف المبنى على الأرض فحولها علشان تبقى في المستوى الثابت ويبقى تبقى الجبلة في وسط الجامع. لأنه لما حتى تروح الميدوب ولو صورت في الميدوب هتلاقي الجبلة بتاعته معمولة كده. هو علشان ما يعملش الجبلة في جنب فلف المبنى على الأرض، فأصبح المبنى هو المحرك وخلى الجبلة في الوسط. أما بالنسبة للاعتراض البنانوة لما قاعد يحط الأساسات وإن الجبلة قالوا له يا مولانا كيف إن أنت بتعمل مخالف عن الناس كلها، فكان له الجبلة هاو عامله كده، فشاف الجبلة في رضا الشهادة وما طلعش من المسجد، فضل هو وصاحبه في المسجد لغايه ما ماتوا مدفونين جنبه المكان ده المقبره بتاعتهم.